أن نجتمع لنعلي صوت معتقلينا الذين غيبوا في السجون، أن نثأر للحق، نثأر للحقيقة، أن ننتصر للمظلوم على الظالم. لا يجوز لمجتمع دولي يتكلم بحقوق الإنسان أن يسكت عن حقوق هؤلاء المظلومين والأبرياء. اعتقلوا سنوات طويلة ولا أحد يعرف مصيرهم، هي جريمة حرب، هي جريمة إبادة جماعية. لابد أن يصل هذا الصوت إلى كل الأحرار في العالم. نريد قانون يأخذ حقهم. لا، الحق الحياة كفلته جميع القوانين. حق الحياة حق مكفول، لا يجوز لحاكم أن يعبث به، لا يجوز لمجرم أن يبقى مستمرا بإجرامه ولا يحاسب القانون في مجتمع يسمى العدالة، يسمى بالمساواة، يدعي حقوق الإنسان. إن كان تأخر سجنهم لكن لن تضيع الحقيقة، الحقوق لا تموت في التقادم، الحقوق مستمرة. نريد من كل أحرار العالم أن يوصلوا صوتنا إلى كل الشعوب، من جرابلس الحرة، منظمة الرواد للتعاون والتنمية بالتعاون مع اتحاد التنسيقيات السوريين حول العالم. أردنا مع شركائنا في مدينة جرابلس، أردنا مع مجلسها المحلي، مع مجلس التركمان السوريون، أردنا مع الجامعات الحرة في المنطقة المحررة، جامعة الزهراء وجامعة الرواد للعلوم والتقانة، مع الدفاع المدني، مع كل حر وقف معنا هنا بما نملكه من أدوات سلمية، أن نقول بالصوت وبالمسرح وبالرسم وبكل ما هو سلمي: هذه الثورة سلمية، خرجنا لأجل الحرية والحرية حق لكل إنسان، خرجنا لأجل أن نقول لا يمكن للظلم أن يدوم. كل هذه السنوات ولم تنطفئ شعلة الثورة في قلوب الأحرار، لذلك نقول ربما فقدوا حياتهم لكن حقهم في الحياة لا يموت. أنا شخصيا أعرف أن معنا محامين أحرار، أعرف أنهم يمثلون من تكلم قبل قليل، لا يوجد واحد منهم إلا ولديه أخ معتقل، ابن معتقل، أب معتقل، جار، ابنة، كلهم معتقلون، كلهم مغيبون قسرا، ناموا سنوات طويلة في سجون هذا النظام دون أن يكون للعدالة باب يأخذون حقهم فيه ولو من باب الاعتبار. ربما كثير منهم قد مات، لذلك يجب أن نعلي صوتنا ونقول لن ننساكم أبدا بإذن الله تعالى. والدي كان معتقلا 10 سنوات في سجون النظام، ووالدي كان ممثلا لحقوق الإنسان في سوريا، كان محامي حقوق الإنسان في سوريا، مات لكن حقه في الحياة لن يموت. شكرا لكم، شكرا للإعلام الحر، شكرا لحلب اليوم، شكرا لكل من يريد أن ينقل الحقيقة وينقل صوت هذا الشعب الذي لن يسكت عن الحق أبدا بإذن الله.